بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حبيت أتحدث عن موضوع الحقيقة أثار انتباهي. امبارح فحصت أحد المرضى اللي يعانون من رائحة الفم، وهذا المريض من الدخل المحدود، المسكين من 7 سنوات هو ينتقل من تخصص إلى تخصص، أنف وأذن وحنجرة، طبيب باطنية، طبيب أسنان، طبيب عام، عمل كل عمليات، صرف 60,000 ريال وانتهى انه لا زال يعاني من رائحة الفم. لا بد من مراجعة الطبيب المختص. ما خلق الله من داء الا وخلق له اضطراب. وانا اتمنى من زملائي الاطباء اللي ما يعرف ان هناك او ما عنده تخصص في معالجة رائحة الفم ان يحول المريض الى المتخصصين وشكرا.